شوط الجعادين لكن هو شوط البكار. اعذرونا اعذرونا، ها هو الشوط الرابع، نحن مرتبشين مع هذا المهرجان ومهرجان اليمامة. يا سلام، ها هي انطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع يضم نخبة من اللقاية لأبناء القبائل. 4 كيلومتر جائزة هذا الشوط، سيارة رنج روفر وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط، مياسة في المركز الأول للسيد محمد بن عتيج بن محمد المهيري، وفي المركز الثاني أرى اللي في المركز الثاني شجرة للسيد عامر بن علي بن حمد اللي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث سلهودة للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الرابع في هذه الأرجوان للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي، وفي المركز الخامس أرى سرابة للسيد مبارك بن محمد بن نصرة العامري رجل المفاجآت متواجد مع سرابة، وفي هذا الشوط في المركز الخامس. المركز السادس الشبابية للسيد سعيد بن مطر الرميذي، وفي المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع الشاهينية للسيد عبد الله بن علي بن سلام الاجتبي، وفي المركز الثامن الصمود للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز التاسع الظبي للسيد فيصل بن سالم بن علي اللي في المركز التاسع، وفي المركز العاشر قمرية للسيد محمد بن زايد المنصوري. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. ونرجع إلى المقدمة، إلى مياسة، مياسة العود، مياسة الشكل مع مقدمة هذا الشوط مع شعار محمد بن زيتون المهيري. يا سلام يا المجازف، دائما يجازف في الأشواط الرئيسية. ها هي مياسة على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني سلهودة مع المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدي الاجتبي، لكن اللي غيرت وانتقلت الى المركز الثاني ارجوان في هذه اللحظات للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي. يا سلام، تتسلل عينها على مياسة، عينها على السيارة، عينها على السلامات الى اهالي مرغم. ننتقل الى المركز الرابع، وفي المركز الرابع من الجانب الثاني صوغة للسيد محمد بن خلفان بن محمد الهاملي. جايبه صوغة ونحن في يوم الذهب، في يوم الناموس، في يوم مهرجان اليمامة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التسلل، الجميل، الملحوظ إلى مقدمة هذا الشوط مع صوغة. تتسلل للسيد محمد بن خلفان بن محمد الهاملي، وفي المركز الثاني أرجوان يا سلام يا أرجوان للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي. المركز الثالث سلهودة للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام، المعركة شديدة، والأخوان ما صدر وهي أوامر ولا شبه أوامر حتى هذه اللحظات. ركضت الغاي على صوت السماعة والرقص من اللقاية، الرقص المعتاد. يا سلام يا سلام على المقدم أرجوان وسلهودة ومياسة. يا سلام يا أرجوان على مقدمة هذا الشوط. أرجوان على المقدمة، سلهودة تلاحق وتتابع، ومياسة سلهودة تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط مع المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا أبو راشد، يا سلام على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه سلهودة في هذا اليوم، يوم مهرجان اليمامة، يوم تاريخي. يا سلام، يتسجل بحروف من ذهب. بنقول سلام عليكم يا أهل مرغم، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. يا سلام، مشكور يا سالم يا بن مبارك على هذا التضمير وعلى هذا الأداء الذي قدمته سلهودة. تهانينا للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. أرجوان في المركز الثاني للسيد مطر بن نصيب الاجتبي. المركز الثالث مياسة للسيد محمد بن زيتون المهيري. المركز الرابع للسيد سعيد بن مطر الرميذي، وفي المركز الخامس
المركز الخامس الذي وصلت في المركز الخامس للسيد محمد بن عبد الله المحرمي هيلمان. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول سلهودة بعدما تجاوزت لوحة 4 كيلومتر. ها هي سلهودة بشعار اليمامة تفوز بهذا الشوط قاطعة مسافة 4 كيلومتر في مهرجان اليمامة. 6 دقائق 5 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثاني. أرجوان وصلت في المركز الثاني قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدر 6 دقائق 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي والذي وصلت في المركز الثالث. مياسة نشوف توقيت مياسة ساعة وصولها إلى المركز الثالث في هذه اللحظات 6 دقائق 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن زيتون المهيري. تهانينا للجميع والناموس.